بعد انتخاب والدها أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية وإعلان تشكيلة الأمانة العامة للحزب، خرجت سمية بن كيران نجلة عبد الإله بن كيران اليوم بتدوينة مثيرة للجدل وغير متوقعة بالمرة. وقالت سمية بن كيران في منشور على صفحتها بالفيسبوك: مع تقديري لوالدي، أعتقد أن العديد من اختيارات الأمانة العامة غير صائبة، قبل أن تفاجئ الجميع بتلويحها بقرار تقديم استقالتها في وقت عاد فيه والدها إليه بانتخابه أمينا عاما، مبرزة بالقول أنها تعتقد أنها لديها التعجيل قرار الاستقالة الذي طالما أخرته. يذكر أن أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وضعوا عبد الإله بن كيران على رأس اللائحة الأولية لانتخاب الأمين العام المقبل بعد حصوله على 1112 صوتاً.